بنى الله له بيتا في الجنة، كم من القصور وكم من البيوت ضيعناها في الجنان. التعريف الثالث أيها الإخوة لحرمات الله عز وجل كما يقول ابن القيم رحمه الله قال: تعظيم حرمات الله هي جمع حرمة، والحرمة ما يجب احترامه وحفظه. اسمع به أيها المسلم، والحرمة ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن. من الحقوق حق الزوجة وحق الزوج وحق الأولاد وحق الجيران وحق المسلم على المسلم، فهذه حفظها من حرمات الله، من تعظيم حرمات الله. مثال ذلك الزوجة إذا كان زوجها خارج البيت ويعمل في بلد بعيد ولا يأتي إلى البيت إلا بالشهر أو الشهرين، فمرة من المرات اتصلت بها جارتها وقالت لها: تعالي كي أروح أقصر شوية، لا تخرج من الحوش بالضرورة لا تجي. وتقول لها هذه الزوجة: إن زوجي ليس في البيت راجبة شرطة، حسب الأصبع تشرح يترك تليفون ونشوف يقول لي روح ولا ما تروحيش. أجلس هي التليفون طايت الراجل تاعها يقول لها ريحي في دارك. فهذا أيها الإخوة فهذا من تعظيم حرمات الله عز وجل، هذا من تعظيم حرمات الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل يقول: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات المستقيمات قانتات مطيعات لأوامر الله عز وجل، حافظات لمن؟ للأزواج، حافظات للأزواج، حافظات للغيب، للغيب أن الزوجة تحفظ زوجها في ماله وفي عرضه، حافظات بالغيب بما حفظ الله. قال ابن القيم: والحرمة ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص. الحقوق تكلمنا عليها، حق الزوجة على حق الزوجة على زوجته. طيب والأشخاص، ما المقصود بالأشخاص؟ ما المقصود بالأشخاص؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحفظه من الحقوق والأشخاص، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حقه عليك أيها المسلم، من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أنه إذا سمعت اسمه أن تصلي عليه، وهذا من باب تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من نسي الصلاة علي خاطئ طريق الجنة. من نسي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطئ طريق الجنة. طيب خاطئ، هذه الكلمة هنا خاطئ، الأعمال الصالحة كما تعلمون جميعا أن الأعمال الصالحة طرق إلى الجنة، الأعمال الصالحة طرق إلى الجنان. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن ومن جملة هذه الأعمال الصالحة. فمن ترك الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن تركها كلية فهو ترك لطريق الجنة، فهو ترك لطريق الجنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.